مشاهدينا الأخبار الثقافية مع سمية شاحي، أهلا بك سمية. مساء الخير زميلتي أنيسة، مساء الخير مشاهدينا الكرام في الموعد الثقافي المتجدد. إذا أرحب بضيوفي لنهار اليوم، السيد محمد العتبي مسؤول المجموعات بدار نشر المكتبة الصوفية، أهلا بك معنا. أهلا وسهلا. كما أرحب بالسيد سعد خميسي أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة قسنطينة، أهلا بكما. أكيد لنا حديث على الفكر الصوفي وعلى الملتقى الدولي اللي كان اليوم، ولكن اسمحوا لي فقط أن أوفي مشاهدينا الكرام بأبرز مستجداتنا الثقافية والبداية أنيسة. إذا عنبة تستعيد مهرجان سينما البحر الأبيض المتوسط. إذا أعلن أمس وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بعنبة أن مهرجان سينما البحر الأبيض المتوسط سيعاد تنظيمه بعد 30 سنة من الغياب، وأضاف خلال إشرافه على افتتاح تظاهرة الأيام الثقافية لمدارس التكوين في الفنون الجميلة وذلك بقاعة المسرح الجهوي عز الدين مجوبي بعنابة بأن عودة البساط الأحمر المتوسط لهذه المدينة سيكون الخطوة الأولى لإعادة المكانة اللائقة لهذه المدينة كعاصمة متوسطية للسينما. عودة لكما. أكيد اليوم كان الملتقى الدولي حول الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي اللي انضمت والمكتبة الفلسفية الصوفية، يعني بداية كيف ترون الفكر الصوفي اليوم في الجزائر؟ إنه بخير إن شاء الله، هو أكبر دليل على ذلك الدكتور سعد الخميسي اللي عندنا، اللي هو من المهتمين ومن الأخصائيين في الفكر الأكبر، وله أطروحة في أطروحة الدكتوراه حول الشيخ الأكبر، وهو دراسات مستمرة في هذا الأمر، وهو يستطيع أن يتكلم خير مني في هذا الأمر. طيب سيد سعد، لو يمكن أن نعرف الفكر الصوفي ماذا يمكن أن نقول؟ نقول هو الفكر الصوفي كفكر هو نتاج حركة، نتاج علم يسمى علم التصوف، يعرفه ابن خلدون بأنه من العلوم الحادثة في الملة التي ظهرت في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري تاريخيا. المتصوفة يعتبرون التصوف امتداد لحركة الزهد الأولى، حركة الزهد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، ثم تحول تطورت الأمور وتحول حتى تحول التصوف إلى علم بعد القرن الثاني الهجري، واستمر هذا العلم في تطور مستمر مر بمراحل عديدة وصولا إلى اليوم. وعلى إجابة على سؤالك الأول، توجد ثلة من الباحثين في مختلف الجامعات الجزائرية، سواء الجامعات الإسلامية المعاهد الإسلامية أو الجامعات في مختلف التخصصات في الآداب في الفلسفة في علم النفس في التاريخ، كلها لها اهتمامات بالتصوف وتنجز رسائل في ماجستير دكتوراه ماستر في التصوف في تاريخه في علومه في يعني في أعلامه إلى غير ذلك. بالإضافة إلى هذا، معروفة في الجزائر أن هناك حركة صوفية ممثلة في مختلف الطرق الصوفية والمدارس الموجودة والمنتشرة عبر مختلف مناطق الوطن. أكيد. وهي عديدة. نعم سيد محمد العتبي، بما أنك منظم هذا الملتقى الدولي في الطبعة الأولى، يا ترى كيف كانت المواضيع المقترحة في هذا الملتقى، وكيف كانت أيضا أو من هم المشاركون في هذا الملتقى الدولي سيدي؟ شكرا. المواضيع كانت مواضيع جيدة وجذابة وأصيلة أيضا، وتطرق فيها مجموعة من أساتذة من الجزائر مثل الدكتور خميسي الدكتور زعيم خنشلاوي، وكان من المفروض أن يكون معنا الشيخ عبد الباقي مفتاح من زاوية قمار، لكن ظروف خاصة به يعني حالة دون حتى ذلك. حتى الكتاب تاعه موجود. نعم. شروح على تفسير الفاتحة والبسملة. نعم هو. نعم. هو يعني مؤلف كثير التأليف في المدرسة الأكبرية، وهو من شراح سيدنا ابن عربي، له حتى شرح على فصوص الحكم، وكانت مداخلته يعني مداخلة جيدة، وكانت هناك كذلك متدخلين من لبنان، أستاذة الدكتورة سعاد الحكيم يعني
هي قمة من القمم يعني في الفكر الصوفي وفي الفكر الأكبري. وكذلك ليلى، الدكتورة ليلى خليفة من الأردن، والدكتور علاء الدين بكري من جامعة دمشق، وكلهم يعني من المختصين في ابن عربي للتعريف به أكثر وللتعريف أيضا بالفكر الصوفي. نعم. وكذلك كان معنا الدكتور محمد شريف الكتاني من جامعة الرباط بالمغرب الشقيق. لو يمكن مقللا على ابن العربي باختصار يعني. دكتور خميسي. تفضل دكتور. تفضل دكتور. الشيخ محي الدين ابن العربي مغاربي أندلسي المولد، دفين دمشق، ولد سنة 560 هجري وتوفي سنة 638، يعني عاش في القرن السادس الهجري والسابع 12 و13 ميلادي. المكتبة الفلسفية الصوفية نظمت الندوة هذه بمناسبة ذكرى 850 على ميلاده ب التقويم الميلادي 1165 هجري. هو الشيخ الأكبر، قام من قامات التصوف الإسلامي على وجه العموم. جاء في فترة كانت فيها المغرب الإسلامي في أوج عطائه في قمة الحضارة الإسلامية، بعدما كانت في القرون الأولى في المشرق، بعد العهد الموحدي ظهر الإقلاع الحضاري في المغرب الإسلامي، وكان يعكس ذلك ظهور شخصيات كثيرة وتطور في مختلف العلوم، مثل عاصر ابن العربي، عاصر ابن رشد بالوليد بن رشد وابن طفيل، عاصر الشيخ أبي مدين شعيب سيدي مدين، وهو كذلك من القامات الكبيرة في التصوف الإسلامي. عفوا، لو نتكلم حول علاقة ابن العربي بالجزائر باختصار. ابن عربي هو يعني أندلسي، والأندلس يعني جزء من المغرب الكبير، وطبعا كانت هناك علاقات عائلية مع الناس، يعني العوائل تنتقل كلها تحت راية الدولة الموحدية. كانت الدولة توحدت المغرب الإسلامي بما فيه إسبانيا الحالية، وابن عربي كان له أخواله يعني في الجزائر، هم من كانوا يقطنون الجزائر، وواحد منهم كان أميرا على تلمسان. وكذلك ابن عربي تزوج من أندلسية من أصل بجائي، العائلة تاعها واسمها البجائي، يعني من بجاية يعني كانت زوجته. وكذلك طبعا عاش جزءا من حياته في الجزائر، جزء كبير من حياته في الجزائر. جزء، هو الرجل انتقل كثيرا وسافر كثيرا، لكن عاش يعني مدة لا بأس بها في الجزائر، متنقلا بين تلمسان وبجاية، وحتى في الفتوحات يعني ذكر بعض الأماكن. كذلك يعتبر ابن عربي بأن سيدي أبي مدين شعيب الغوث البجائي والتلمساني مدفنا كان أكبر أساتذته، حتى يقول عنه هو شيخ الشيوخ. وعندنا أول شارح لكتابه المحوري فصوص الحكم هو عفيف الدين تلمساني، اللي كذلك هو من منطقة تلمسان وهاجر إلى المشرق. وآخر شارح لابن عربي كبار شراح هو أميرنا أمير عبد القادر الحسني. وعندنا الآن تلة من شراح الأكاديميين يعني مثل الدكتور خميسي. وابن عربي كان له وجود وحضور، لاحظت يعني عندما طالعت على كتالوج المكتبة الوطنية الجزائرية في المخطوطات، كثير من مخطوطات الأمير عبد القادر موجودة في، مما يدل على أن الناس كان لهم عندهم انتشار في الفكر الأكبري في الحواضر وفي المجامع العلمية الجزائرية. لا. طيب، هل يمكن اعتبار التصوف سلوكا حضاريا منتجا لقيم معرفية وقيم اجتماعية متواصلة؟ نعم، فقط لو سمحت نعود لفكرة علاقة الشيخ الأكبر بالجزائر. تفضل. بالأمير عبد القادر إذا سمحت. تفضل. وقبل ذلك أقول ربما الميزة يعني من بين الأسباب التي تدفع إلى ضرورة الاهتمام به، بل التي تدفع بالعالم اليوم إلى الاهتمام به، لأنه كما قلت في صبيحة لإحدى وسائل الإعلام،
يعني خلال الساعة على مدار السنة لا تنقطع الملتقيات والندوات حوله، وعلى مدار السنة تؤلف حوله الكتب بمختلف اللغات وتترجم أعماله إلى مختلف اللغات في 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 في, في كل أنحاء العالم، يعني من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، حتى أن هناك جمعيات غربية مؤسسة باسمه في بريطانيا، في الولايات المتحدة، في كل مكان. إذن فهو شخصية عالمية. المميز كذلك فيها أنها عادة المغاربة في السابق كانوا يتنقلون إلى المشرق لطلب العلم، فيذهبون دائما إلى الحج إلى غير ذلك ويتعلمون ثم يرجعون. هو كان استثناء، هو ذهب متعلما، ذهب مؤثرا، ذهب من هنا مؤثرا في المشارقة، وهم الذين يتعلمون منه. دفن كما قلنا في جبل سفح، جبل قسيون، وهو المكان نفسه الذي دفن به الأمير عبد القادر. بل وهذه ربما نقولها هنا ملاحظة فقط، أنه من خلال تتبعي لحياة ابن العربي، ليست صدفة، من خلال تتبعي لحياة ابن العربي، أقرب المقربين منه من تلامذته طلبوا، تمنوا وطلبوا أن يدفنوا بجانبه، ولم يتأتى دفن أحد من طلبة من المتصوفة بجانب الشيخ الأكبر إلا الأمير عبد القادر. وكان كما قال الأستاذ هو أول من نشر الفتوحات المكية، وهو يقول أنا بأنه أفضل من فهم فصوص الحكم كما تلقاها إلهاما الشيخ محي الدين بن العربي. نعم، فقط لو جاوبنا على نعم سؤالي. نعم، سلوك حضاري نعم، لأنه ما تكلمناش، يعني أعتقد أنه الحديث عن تصوف وتطوره وعلاقته بالنواحي الحضارية والجمالية يحتاج إلى وقت أطول أكيد. فقط نقول أنه التصوف من بين الأسماء التي عرف بها والتعريفات التي عرف بها أنه علم الأخلاق، وأنه علم السلوك نعم. وعلم الأخلاق لا يمكن إلا أن يكون حضاريا. ثم أنه خاصة نتكلم لما كانت الحضارة الإسلامية في أوجها، بل حتى اليوم في الحضارات الغربية كثيرا ما تتوج مسارات المفكرين والعلماء بمنتهى صوفي، لأنه ملاذ روحي في نهاية المطاف، يبحث فيجد يجد أن ولكن لماذا في الجزائر هناك جدل حول مؤيدين ومعارضين للصوفية؟ لا، هذا ليس فقط في الجزائر، هذا نتكلم عن المجتمع الجزائري، هذا في كل العلوم، في كل العلوم يوجد، يعني دائما، لأن العلوم تعرفين بأنها تستند إلى مناهج وإلى أهداف، وأن هذه المناهج والأهداف تختلف، غير أنه الخلاف والنقاش كان لابد أن يكون بين العلماء ولا ينزل إلى العامة. فإنزال قضايا في عمق التصوف، في عمق الفكر للعامة، أعتقد أنه من الخطأ بمكان. حتى تصوري، ليس لأن التصوف تجربة روحية سامية لا يمكن التعبير عنها بلغة بسيطة. كل الصوفية يقولوا بأن اللغة اللي نعتمدها هذه تعجز عن حمل المعاني الصوفية الحقيقية، فكيف أن نأتي بشخص لا يستطيع، لا يتحكم حتى في كلماته، في لغته، وأن يتحدث في التصوف؟ تصوري أنه علم آخر غير التصوف اللي هو علم الكلام في العقيدة اللي تهم كل الناس، ومع ذلك العلماء قالوا لا يجب أن نقحم العامة في علم الكلام، كما كتب الغزالي إلجام العوام عن علم الكلام. إذن فكاين هناك قضايا نقدر نقولها مفتعلة. أما التصوف في حقيقته فهو أخلاق، ومن يرفض الأخلاق؟ هو علم سلوك، هو علم مليء بالمحبة، بالأمور الجمالية، بالأمور القيمية، فلا يمكن إلا أن يكون سلوك الحضارة. أكيد. أستسمحكم فقط قبل أن أكمل حديثنا، نوافي فقط مشاهدينا الكرام بأجندتنا الثقافية والفنية ثم نعود. نستهل جولتنا الثقافية والفنية من مدينة الجسور المعلقة قسنطينة، فقاعة أحمد باي تحتضن عرضا فنيا للفرقة الصينية يي تشوان للرقص والغناء يوم غد الخميس 11 من شهر جوان على الساعة 7 مساء. نبقى دائما بشرق البلاد، وهذه المرة نرحل بكم إلى جوهرة الشرق عنابة، فمحبو أفلام الأكشن مدعون لحضور فيلم تراسر بقاعة سينما الحجار يوم غد الخميس 11 جوان على الساعة 2 زوالا. نحط رحلنا بعاصمة البلاد وتحديدا بقاعة سينما الخيام التي تحتضن الفيلم الكوميدي حلال مؤكد لمخرجه محمود زموري، وذلك كل يوم وإلى غاية 13 من جوان ابتداء من الساعة 1 ظهرا.
نبقى بالعاصمة، فالمسرح الوطني محي الدين بوشطرزي يحتضن مسرحية غرطة للمسرح الجديد لمدينة يسر، وذلك هذا السبت 13 جوان على الساعة 7 مساء. من غرب البلاد نختم جولتنا الثقافية والفنية، فمدينة تيارت تواصل احتضانها للمهرجان الوطني للأغنية الملتزمة في طبعته الثانية كل يوم وإلى غاية 14 من شهر جوان. إذن بعد الأجندة الثقافية عودة لكم وللحديث عن الفكر الصوفي، السيد محمد العتبي جتنا وأتيتنا بهذا الكتاب في الجمال، ربما حاولت أن تبرز فيه جماليات الفكر الصوفي سيدي. نعم، لا شك ولا ريب أن التصوف كان من الأمور التي غدت الذوق الجمالي في الأوساط الإسلامية، لأن الجمال الله إن الله جميل يحب الجمال أكيد. وأجمل الناس هو حبيبنا ورسول الناس صلى الله عليه وسلم، وأجمل منك لم ترى قط عيني، وأخلاقه يعني هي أجمل الأخلاق، وسيرته هي يعني أسمى السير، وكان يعني يحث أصحابه على الأنيقة من الثياب وعلى النظافة وعلى تحسين الأسماء وعلى أمور كثيرة يعني تصب في هذا المعنى السامي الذي يعني يجب أن يتحلى به الإنسان المسلم الحضاري، يعني هي سمة الجمال، هي سمة يجب أن يتحلى بها الإنسان ويجب أن تطبع المجتمع، وهذا من أهداف هذا الكتاب اللي هو دعوة إلى جمالية اجتماعية. أكيد، ونتمنى أن تكون دائما هناك ملتقيات ومبادرات كهذه لتعريف أكثر بالفكر الصوفي. أكيد، شكرا. كنت أود أن أضيف شيئا. نعم. يعني نحيي كلام الدكتور خميسي حول التصوف ويعني مكانته في الإسلام. في حال الإسلام دين، والدين يعني أساسا هو روحانية، يعني روحانية، والتصوف هو تاج الإسلام كسلوك وكعلم. أحيلكم على حديث جبريل عليه السلام عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم معلما يعني ويسأل النبي والنبي يجيب في حضور تلة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وكان يجيبه عن الإيمان وعن الإسلام وفي الأخير عن الإحسان. فالتصوف يعني في العهد الإسلامي الأول، في عهد الرسالة، في عهد الوحي، لم تكن هناك يعني مصطلحات كما قال الدكتور في عصر التدوين، أصبح يقال الفقه ويقال التصوف وعلم الكلام وأصول الدين وأصول الفقه إلى آخره، لكن في العهد الإسلامي الأول في عهد الوحي كانت مصطلحات أصيلة أخرى، يعني مثل الإحسان، مثل الخلق الكريم إلى آخره، مثل التقرب إلى الله، أقرأ سورة الواقعة يعني تتكلم على أهل القربة من الله إلى آخره. والتصوف هو هذا. حبيت نكلمكم على يعني كتاب نشرناه، يعني هو أرجوزة تعليمية من أحد كبار علماء التصوف والصالحين في الجزائر، وهو من قسنطينة الكريمة، يعني وهو سيدي عبد الرحمن الباشطرزي، اللي كان تلميذ يعني كان شيخ الزاوية الرحمانية في قسنطينة ومؤسسها، هو الرجل من كبار العلماء ومن كبار الصالحين، وله هذه المنظومة في علم السير والسلوك. لولا التصوف ليس لا نوجد في الإسلام كيف يعني أن المسلم يمر بنفسه من أطوار تهذيب النفس من طور إلى طور، وهذا غير موجود، يعني العلم اللي اضطر إليه هو التصوف. أكيد. إذن سيد محمد العتبي المنظم بهذا الملتقى الدولي للفكر الصوفي والمسؤول المجموعات بدار النشر للمكتبة الصوفية، شكرا لك على الحضور. شكرا لكم على الدعوة. شكرا السيد أكيد سعد خميسي الأستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة قسنطينة، شكرا لك على الحضور. أيضا شكرا لكم. إذن مشاهدين الكرام، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. موعدي يتجدد بكم يوم غد، والعودة للزميلة أنيسة. شكرا لك سومية، شكرا لكم على قبولكم الدعوة. إذن مشاهدينا، بالموعد الثقافي نصل وإياكم لنهاية هذا الموعد الإخباري، والآن تذكرون بأبرز العناوين. مصالح والأمن تلقي القبض على المتورطين في نشر مواضيع البكالوريا على الفيسبوك، ومترشحون يستخدمون تقنيات جد متطورة في عمليات الغش. مثلما كان منتظرا، أويحيى يعود على رأس الأرندي ويدعو إلى تشكيل قطب سياسي موحد
يضم أحزاب الموالاة، ومؤسسة بريد الجزائر تطمئن المواطنين بضمان السيولة النقدية خلال شهر رمضان والعطلة الصيفية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل معي هذا المساء، السلام عليكم.